حياكم الله. الآن قاعد نجرب لعبة ببجي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الإعدادات 60 فلم 60، وخليكم مركزين على اللي تحت. درجة حرارة 35.8، قاعدين نشيل تقريبا 5 ميجا بايت من الجيم. خلونا الآن بعد جت الفترة اللي نضغط فيها. أيوة زي ما انتم شايفين درجة حرارة 60، ما زالت 60 FPS. درجة حرارة 35 تقريبا، راح تصير 36 قريب. نشوف الإعدادات، الجرافيكس HDR Extreme أعلى شيء. نرجع HD Balance HDR، ولا أعلى شيء ما فيه. لو جينا حطينا الترا ما يجي، هاي ما يجي. فآخر شيء دمج دار والإكستريم. هنشوف قلنا نخليها مثلا الترا، هنشوف كم الفريم راح يوصل. فتشوفون الفريم حيوقف على 40 FPS إذا أنت تلعب على الترا. إذا حطيت على إكستريم معناته راح يوصل عندك فريمز إلى 60 فريم. زي ما انتم شايفين تعدل صار 60. فالآن أنا قاعد ألعب على أعلى شيء موجود اللي هو 60. خلونا نمشي هنا شوي. حصلنا شيء هنا، ما في أسلحة. سبلايز. طيب نرجع بعد شوي نشوف كيف وضع درجة الحرارة. الآن ما زلنا نتكلم عن 60 FPS، الأمور تمام. 37 درجة حرارة، 37 تقريبا دقيقتين وثلاث دقائق، يعني ما هم كثير. عموما أداؤه جدا كويس، ما في حرارة، ثابت على 60، ما في أي مشاكل. خلونا نرجع هنا. زي ما انتم شايفين كل شيء تمام، فوضعنا امورنا زينة. 60 بيس ما زال، ودرجة حرارة 37. انا بحاول العب، اوبا طلع الصوت. نحاول ألعب الجيم فترة طويلة شوي عشان نشوف. هذا معي. غير غير غير، فشلتنا غير. نرجع ما زلنا 60، ده حوالي 37.6. ترى انا استهبل يا شباب، ما ماخذ الجيم من جد. ف لا تحسبوني يعني انا متحمس الحين. اي يلا هناك طيب. إلى الآن الأمور تمام. نرجع نشوف. أوه 38، 38 درجة، لكن ما زلنا على 60. أتوقع يعني راح تلعب فترة طويلة على 60. لنا الحين كم؟ 5 دقائق. هنا 5 دقائق. خلونا نمشي شوي كذا برا، خل الجهاز يحتمي زيادة.
نشوف كم وصل. 38، يلا 38 بسرعة، والله طول. 38، يلا 5 دقائق دخلت 38، ما زلنا على 60 FPS اكستريم، الأداء جدا ممتاز وعالي. فأنا الآن أقدر أقول لكم الجهاز يلعب 60 فريم إذا بتلعب 5 دقائق كل راحة. طبعا ما حنا بنلعب 5 دقائق ببجي، يعني أقل شيء يعني مثلا ربع ساعة أو جيم كامل. جاب السيارة، وقف. طيب خليني أركب معك. وقف يا باشا. بس يلا روح. الآن راح نشوف كيف راح يكون درجة الحرارة. 130.3، 60 FPS. الآن مرة مسرعين. نحط الجهاز هنا شوي. طبعا خليني بس الصوت شوي عليه. طبعا الميزة انه المعالج ما يحتمي بسرعة، يعني مو مثلا زي السناب دراجون 8 جن 1 اللي حق السنة اللي راحت، كان يحتمي على طول من حتى تفتح برامج عادية يحتمي. لكن السناب دراجون 7 بلس جن 2 واضح انه جدا جدا ممتاز من ناحية الـ الألعاب، من ناحية البرامج، الرام مرة يساعد، حتى الرام يساعد فيه. فزي ما انتم شايفين مرة كويس الجرافيكس. نرجع نشوف كيف كان، كيف ال FPS، وراح نشوف الحرارة الآن. فأداء جدا ممتاز. خلينا نشوف هنا. طيب 82 أو 38، وقف على 38.2. هذا معناته، خلينا نطلع من هنا. الجهاز يا جماعة حرارته وقفت على 38، والآن صار 38.1. ما زلنا نلعب على 60 فريم ثابت بدون أي مشاكل. أنا أحب، معلش بطول عليكم في الفيديو، لكن لازم أكون واقعي وصريح معكم، لأنه هذه يعني على قولتهم أمانة، لازم أتكلم عنها بكل صراحة وكل واقعية، يعني بدون تحيز لأي أحد. يعني هذا الجهاز أنت شريته بفلوسك، لازم تتأكد إنه، أو قبل ما تشتريه لازم تتأكد إن يعني إنه الفلوس تروح في شيء يستاهل، ما تروح في شيء أنت ما أنت متأكد، أنت عندك كذا تخوف. لا، أنا جاي بعطيك الفيديو، بوريك لايف، بيكون طويل شوي الفيديو، لكن لازم نكون واقعيين، يعني لازم أكون واقعي معكم واخذ فترة واقدم الفيديو. والمعذرة طبعا اللي طولت عليكم، اللي حاب يسوي سكيب يشوف ايش فيه، لكن انا حاب بس اعطيكم اللايف اكزامبل على قولتهم. 60 فريم 38 ثابت. ايوه اب، ما شفتك يا ابو سروال، وين راح؟ ايه قومي يا اخوي، قومي. والله لو قمت اشلخه. يلا تعال 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 تعال. يلا روح. طيب نرجع 38 بوينت 3. فهي 38 38.5 بوينت 3 حولها، يعني ما راح يبعد عنها كثير. فهذا حاجة جدا ممتازة صراحة، إذا تلعب الجيم ثابت على مستوى عالي، أعلى شيء في الجرافيك. أنا أتكلم اكستريم، أعلى شيء اتش دي ار اكستريم. طبعا عفوا، أنا حاط الإنارة على حماية العين. وين راحت؟ اتوقع اني حاطه ولا لا؟ لا ما حطيتها. عموما
عموما الجيم صراحة ممتاز، يكون واقعي معكم ما في أي مشاكل. نرجع نشوف مرة ثانية 38.5 هي بين الأماكن هذه اللي 38.5 وبين 38، ما شفت ارتفع على أكثر من كذا، احتمال يطلع شوي ينزل لكن في هذه الحدود. احنا الآن تقريبا لنا 10 دقائق نلعب الجيم، 10 دقائق نلعب الجيم 38.7. مين اللي قاعد يشوت؟ مين هذا؟ وين خوي؟ خلي قريب لا تبعد. وين راحت؟ ترى يا جماعة أنا صراحة الأمانة أنا ما ألعب ببجي أبد، أجرب ببجي بس الجيم هذا شكله فلة، تحمسنا شوي. وش تبغى؟ هذا لي أنا الحين. أوه والله مضروب، كيف آخذ منه؟ ايه روح يا وحش. عموما انا ما ادري اكمل الجيم ولا لا صراحة، تحمست. عموما اوه وصلنا الى 38.9، نوصل الى 39. 39 المكان هذا شكله شوية ما هو سهل. خلنا نرفع الهيلينج شوي، نظبط رامور، نشرب الشاي والقهوة، نقوي العضلات. وكم صارت؟ 39 ثابت، ما زال 60 FPS، أموره زي الحلاوة ما في مشاكل. حتى مو بحار يعني، مو محتمي، ما أشوف إنه ما تحس إنه في حرارة في الجهاز. أيوة نزلت البتاعة هذه، شو نسوي فيها؟ ما شاء الله في حق الأعشاب هذا، شايف كيف صار زي الأعشاب. الحين لو نروح عند الشجرة هذه تخبى فيها ما حد يشوف. أنا أشوف كم درجة حرارة؟ من هو هذا؟ هذا معي هذا ولا ضدي؟ ما معنى. طيب 39.2.2 لسه ما زال احنا نلعب على 60 فريم، ما عندنا مشاكل. ولبس الشجرة اللي معي، طب اقدر اركب السيكل يا باشا؟ ما اقدر، ما في كرسي ثاني. ايوه خلينا نشوف خوينا هذا اللي ظبط امورنا. هذا شنو؟ شنو هذا؟ اي طيب شو يتكلم هذا؟ انت القندرة؟ بزارين. طيب 60 فريم، ما زلنا 60 فريم. 39.7 اتوقع راح نوصل 40. انا الان في حدود 13 دقيقة ونص، في حدود 13 دقيقة ونص يا جماعة. الامور زي الحلاوة، لابس لبس الشجرة، اموري زينة. خلينا نقنص الناس هنا، يمدينا نقنص الناس. حطوا سنايبر، حطوا سنايبر. لا عاد بالشوت جن ما يجي، ما يصلح هذا يعني، معليش نجرب الثاني هذا. نقنص الناس، نقنص وينهم؟ ايوه كذا الكلام. طيب وينك 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 يا الذيب؟ وينك يا الذيب؟ عموما هنقرب نشوف. 60 فريم، وصلنا إلى 39.8. والله جيم طويل يا جماعة صراحة، ما أتوقع إني بقدر أخلص، لكن أنا أكمل ربع ساعة معكم. أيوة أي روح وين راح هذا؟ R.I.P. طيب وين ملابسه وعدته؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عنده بيبسي وكوكولا وفانتا، وعنده ما شاء الله نشرب. طيب أتوقع خلاص يا جماعة الآن وصلت إلى نكمل 15 دقيقة في الفيديو.
الآن 15 دقيقة، نرجع نشوف الأمور كيف صايرة. 40 درجة، ربع ساعة يوصل 40، وعندكم الفريم 60 ثابت زي الحلاوة، أمورنا تمام. الأمانة ما في حرارة أبدا، 40 ما في، ما تحس إن في حرارة، تحس دافي بس، ما في حرارة المنطقة هذه يعني، حتى ما تحس فيها زين. طيب، معناته الحين إذا ربع ساعة و16 دقيقة تقريبا راح يستمر معنا بالشكل هذا، معناته الجهاز إذا قلنا في أسوأ الأحوال أنت بتلعب الجيم نص ساعة، راح يوصل عندك إلى 42، كنت 42 43 بالكثير. طبعا إذا كانت الغرفة اللي أنت موجود فيها مو حارة، يعني نقول غرفة مكيفة فيها تكييف، أمورك راح تكون تمام، ما راح تصير في مشاكل، راح تثبت على 60، أهم شيء ما يطلع فوق 45 درجة عشان ما تصير في نزول في الأداء، زي ما أنتم شايفين الآن نزل إلى 40.1 مرة ثانية، بس عموما عشان يمكن أنا واقف كذا. هذه صراحة أنا ما أدري أقول، لكن هذه جدا ميزة حلوة في المعالجات الجديدة زي الجن 2 7 جن 2، يحاولوا يوزنك بين الاقتصاد والقوة في نفس الوقت، يعني اقتصاد الاستعمال وقوة الاستعمال في نفس الوقت. ممتاز ممتاز جدا، أتوقع المعالج هذا من أفضل المعالجات اللي أنا شفتها في هذه السنة 2023، إلا إذا عاد نزل شيء يعني أحسن من كذا، لكن المعالج هذا جدا بطل، جدا جدا بطل. 60 فريم ثابت مدة تقريبا، الآن بكمل 17 دقيقة، والله 17، الفيديو هذا بياخذ وقت طويل، 17 دقيقة زي ما انتم شايفين الأمور زي حلوة. في واحد جاني هنا شكله بشيله، تعال تعال يا بابا تعال. بوم، وينه؟ تخبى يا باشا، تستخبى، ما تستخباش، ما تستخبشوش، ما تستخبوش. نشوف ايش عنده في الشنطة، عنده بيبسي، كوكا كولا، فانتا، خبزة جبنة. طيب عموما خلينا نقفل الفيديو. 40.4 تقريبا، الان لي تقريبا راح اوصل 18 دقيقة، فريم 60، اللعب جدا جميل، ما في اي مشاكل. صراحة على فكرة نزل شوي 4.4، اللي يتكلم يقول لك والله الببجي صعب، البوك اف 5 ما يتحمل، ما يوصل 60 فريم، لا يوصل 60 فريم، يلعب الجيم الى 40 درجة، ما في حرارة، دفى دافي، الغرفة اذا باردة او تبريدها كويس ما عندك اي مشاكل، اذا غرفتك حارة ومكان حار لا تلعب الجيم، انا من الحين اقول لك يعني، لكن اذا غرفة تبريدها جيد، مكيف تبريده جيد، انت قاعد تلعب فوق ال 18 دقيقة ونص، الحين 18 دقيقة ونص لعب الجيم، مشاكل ما في، ثابت 60، والحرارة زي الحلاوة زي ما انتم شايفين. طيب اختم الفيديو هذا، اقول شكرا لكم جميعا، واللي حاب يعني يسأل يطرح اسئلة في الكومنت تحت الى تتفضلون، وان شاء الله اكون غطيت اللي انتم تبغونه من ببجي باستخدام بوكو اف 5. يعطيكم العافية، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.